خالد ماش حق المشروع، خالد ماش حق المشروع. أين رجلات الإجمال؟ أين رجلات الإجمال؟ أين الوالي؟ أين الوالي؟ أين الوالي؟ استمرار 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 حتى تطبق القرار، حتى تطبق القرار. صامدون 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 للإدماج طالبون، للإدماج طالبون. الصمود 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 الصمود. نحن عمال عقد مقابة تشغيل الشبكة الاجتماعية لولاية ميلا الأحرار، قمنا بهذه الوقفة رقم 15 أمام مقر الولاية. طبيعة الحال مطالبنا معروفة وهي الإدماج. هذا الإدماج الذي سكن في رؤوسنا حقيقة وأصبح مرض بالنسبة لنا. نحن نطالب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتطبيق قرار التعاون اللي هدروا في الحملة الانتخابية في ولاية باتنا. إن شاء الله نطالبوا منه ينفذوا إصدار خي قال لك نرسم عمال عقد مناقبة التشغيل خلال سنة. نتمنى إن شاء الله يكون رئيس الجمهورية يكون قد الوعد تاعو. كذلك نطالب من السيد والي ولاية ميلا وهو بصفته رئيس اللجنة الولائية وهو الذي يتابع في عملية إدماج، نطالبه بالتحرك. بأن راهي بيروقراطية في إدارات ولاية ميلا، خاصة ولاية ميلا. نحن نتابع في ملف عقود ما قبل التشغيل ولكن نلاحظ في بيروقراطية في إدارات عملية إدماج. صعد عنده يقول لك ما على باليش أو معاها إلى متى؟ نريد التوضيح. هذا ملف غامض بولاية ميلا. فرجوا روحك نقولوا. بارك الله فيك. احتجاج حتى يتم الإدماج.